تقريبا في حدود 3.5 دولار. النهارده تمنها بيكون 4 دولار وحوالي 15 سنت، يعني فيها حوالي 65 سنت زياده، يعني نقدر نقول بنسبه مثلا 25% تقريبا زياده في سعرها. لحمه اللحوم طبعا اللحوم متقسمه طبعا انواع كتيره حسب اللحمه من انهي قطعه من الكائن المذبوح. ولو افترضنا ان مثلا كان بيبقى باوند اللحمه، الباوند اللي هو تقريبا يعني الكيلو بيعمل حوالي 2 باوند وشويه، فالباوند يعني تقريبا نص كيلو الا تقريبا. فنص كيلو اللحمه دوت كان بيعمل قبل كده مثلا 4 دولار 5 دولار، النهارده بيعمل في حدود 6 دولار، 6 دولار ونص. فانا بنتكلم برضو في زياده في حدود 20 25%. البنزين الجالون البنزين كان ب 2 دولار و15 سنت، النهارده يعني في الولايه في هنا في فيرجينيا بيوصل ل 3 دولار و50 و60 وساعات 70 سنت و80 سنت. وفي حته الثانيه وصل للدبل، يعني في كاليفورنيا كان وصل النهارده ب 5 دولار و6 دولار جالون البنزين. وهنا برضو بالمناسبه البنزين اسعاره غير محكومه فيدراليا، يعني حضرتك صاحب بنزينه وعلى النص الثانيه صاحب بنزينه ثانيه، انت بتبيع الجالون ب 3 دولار هو بيبيعه ب 3 دولار 15 سنت، مفيش يعني ده بيخضع للعرض والطلب وسعر البترول عالميا والكلام ده. فطبعا دي كلها مشكلات كبيره خلت حتى الناس ما بقتش عارفه تعمل ايه، يعني الدخل مش مكفي. والحكومه بطلت تدي معونات، وقفوا المعونات اللي كانوا بيدوها مع جائحه كورونا السنه اللي فاتت، وقفت في شهر 7 اللي فات، والكونجرس رفض تمديدها بشكل اخر. مفيش مرتبات زياده؟ في زياده على المرتبات؟ لا مفيش. على فكره الزياده في المرتبات في امريكا هنا ضئيله جدا. يعني انا عايز اقول لحضرتك انا اشتغلت صحفي في الخارجيه الامريكيه لمده حوالي 8 سنوات. الزيادات اللي حصلت عليها الزياده السنويه في المرتب كانت في الثمان سنوات ديت مثلا في حدود 3%، مش اكتر من كده. 3% ان توتال، مش كل سنه 3%، 3% في المجموع كله في الثمان سنوات. نعم. والتضخم على فكره كان في امريكا مش كبير، يعني ما كانش فيه تضخم، ما كنتش بتحس بزياده اسعار. كام النهارده وصل سنين التضخم؟ سنين. وصل كام النهارده تضخم؟ عندنا هنا في امريكا انا مش عارف النهارده الرقم كان، لكن هو باليوم احنا داخلين، انا سامع انه احنا داخلين على 20% كرقم توتال يعني في كل الحاجات. وعلى فكره ما فيش، يعني انا بتابع كل الاخبار اللي بتتحدث عن كيف تواجه اداره بايدن هذه المشكله، ما فيش خطط، ما فيش استراتيجيات. وده اللي انا كنت بقوله لما كنت دايما بطلع بتكلم في القنوات المختلفه في فكره ايه الجديد اللي عند بايدن هيقدمه غير دونالد ترامب في التعامل مع جائحه كورونا اقتصاديا. ما فيش خطط. هو نفسه ما قدمش خطط وقت الحمله الانتخابيه بتاعته. كانت الحمله الانتخابيه بتاعته قائمه فقط على انتقاد ترامب بسبب كورونا، واحنا عارفين ومتفقين طبعا انه اللي اطاح بترامب هي كورونا وليس بايدن ولا اداءه ولا كمال هاريس ولا الكلام ده كله. طب هل